الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. أحيانا المجتمعات الإسلامية دون أن تشعر وعن غير قصد يصبح الإسلام عندهم جغرافيا وموسميا. مرة كنت في بلد تؤدى فيه مناسك الحج، امرأة محجبة حجابا كاملا، فلما ركبت الطائرة خلعت كل هذا الحجاب، وكأن الحجاب مفروض فقط في مكان معين. هذا إسلام جغرافي صار. والشيء الثاني، مضى رمضان، عاد الناس بعد رمضان إلى ما كانوا عليه قبل رمضان، فكأنني أستنبط من هاتين الحادثتين أن هناك فهما خاطئا للإسلام، أنه جعل دين موسمي في رمضان ودين جغرافي في مكان معين. الإسلام إسلام في كل مكان وزمان. منهج الله منهج كامل يغطي المكان والزمان معا. فلذلك لما الإنسان بينتقل من مكان إلى مكان بيغير استقامته بيغير منهجه، ليس هذا هو الإسلام، هو المصلحة، صار مصالح. هي نقطة مهمة جدا. فالإسلام منهج تفصيلي يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية، ويجب أن يطبق في كل مكان وزمان في أنحاء الأرض. هذا هو المنهج. ما في مانع أبدا أن نرفع مستوى العبادة في هذا المكان، ما في مانع، لا على أن تلغى خارج هذا المكان، لا على أن نعود بعد رمضان إلى ما كنا عليه قبل رمضان من كذب وغيبة وانحراف. لكن في مواسم، مثلا الحج موسم، موسم عبادي كبير، رمضان موسم، لا مانع أن أرفع مستوى عبادتي في موسم رمضان وفي موسم الحج. أما أن ألغي العبادة خارج رمضان، أنا إنسان متفلت أفعل ما أشاء، ما في ضوابط، هذا شيء مستحيل. هذا الذي أضعف المسلمين. أعظم شهر عبادة في الإسلام صار كله مسلسلات. يا أخي الكريم، في شيء خطير جدا، المسلسل خطورته لا بالمشاهد المثيرة، أخطر بكثير، بطرح قيم تناقض الدين. الإنسان في عنده خطوط دفاع، الزنا حرام، الخمر حرام، هي خطوط دفاع. بيقدر المسلسل يخترق خطوط دفاعك. بشوف واحد غني، سيارتين ثلاثة، مكانة اجتماعية، بيت على البحر، بيت على الجبل، بيت بالعاصمة، وعنده بار بالبيت. هالبار هذا نقض الدين كله، الخمر حرام، لقاءات مختلطة، نساء كاسيات عاريات. خطورة المسلسل لا بالمشاهد المثيرة، هي أقل ما فيه، بالطرح المناقض للدين. المسلسل يخترق خطوط دفاع الإنسان. المسلسل الشيء المحرم عند الإنسان يراه سهلا جدا، أنا لا أنتقد هذا الإنسان، بس هو البطولة إنه هذا رمضان، الذي تركته في رمضان ينبغي أن يستمر بعد رمضان.